خير. النهارده تاني فلوج ليا، ماتش عالمي من الطليان امبارح الصراحه. اليوفنتوس بقى اول فريق يكسب بورتو في الدرجاو من ابريل 2016. صراحه أليجري اثبت ان هو مدرب رائع امبارح، رائع اكتر من رائع، ان هو ينزل لاعبين يجيبوا جونين بعدها بدقيقتين. وصيح الطرد فرق شويه، بس برضه ما تقدرش تلوم حاجه على الراجل، هي دي الظروف ساعدته. الفوز سهل مهمه اليوفي انه يصعد لدور الثمانيه. في ماتش العوده في تورينو هيبقى يوم 14 مارس، رايي هيبقى تحصيل حاصل، بس الكوره انتوا عارفين ما فيهاش بياتسا. ماركو بياتسا اثبت لكل الناس ان هو كل ما بينزل بيعمل انستنت امباكت، نزل ما فيش دقيقتين بالظبط وجاب جون. الباسنج، اليوفنتوس امبارح عمل كلوب ريكورد في الباسنج ريت، انت بتتكلم ان احنا عملنا اكتر من 700 باسز، منهم 92% اكريسي ريت كان مظبوط، من اول ميرالان بيانيتش لغايه كل لعيبه كانت الصراحه مستوى الليفل بتاع الباسنج عندنا امبارح كان كويس. ألف جدا، مبروك لعشاق اليوفنتوس والكره الايطاليه في كل حته في مصر والوطن العربي كله. ان شاء الله موعدنا في الماتش الجاي في الفلوج الثالث ليا بعد ماتش يوفنتوس وبورتو في اليوفنتوس ستاديوم، وانا شايف ان هي هتبقى ايزي كروزنج للكوارتر فاينل ان شاء الله. باي باي.